مساء الخير. اهلا وسهلا بكم سيداتي انساتي سادتي، مرحبا بكم في برنامجكم من غير كلام. من غير كلام. ونقدم لكم ايضا محمود الجندي. سيد زياد. احمد العضل. احمد ماهر. القلعاوي. القلعاوي. يونس الشلبي. اللورد. أسامة عباس. فاروق الفشاوي. المنتصر بالله. أطول بديل. أحمد بديل. أهلا وسهلا بكم مع هذه النخبة من النجوم المحبوبين، ونبدأ لعبتنا من غير كلام، من غير ما حد يفتح بقه يمثل، بس من غير كلام، التمثيل الصامت البانتومايم. ومحمود الجندي. تفضل. قديم كلمتين ألف ولام كلمتين. الأولانية إيه؟ آه كلمتين. الثانية الأولانية. الأولانية ال الثانية ألف بس ما فيش اسم ست. الست المرأة اسم ست. عليا عين عبلة. عبلة مش عبلة. ايه اللي بيبتدي بقى؟ العين. مفيش عين. مفيش عين يا فندم. العا. طب اللي بعد اللي بعد العين ايه؟ الف الثانية الاولانية العا. مفيش عا تانية بقى. عين اولى عين الثانية. برافو سيد. اسم ست هي فيها عين. عبلة. عدلات. عدلات. عزيزة. عزيزة. السفيرة عزيزة. السفيرة عزيزة. السفيرة عزيزة او السفيرة عزيزة زي ما بيقولوها. فيلم بطولة سعاد حسني شوكي سرحان ومن اخراج طلبة رضوان. انتاج سنة 1961. وإجابة صحيحة ودرجتين للفريق ألف، وبيخسر في أول إجابة درجة واحدة. ونعود للفريق ب ويونس شلبي. فيلم. أيوة قديم قديم. كلمتين الأولانية. حرام. مفلس. مفيش. مفيش. مفيش تفاهم. مفيش تفاهم. مفيش تفاهم. إجابة صحيحة لفيلم من إنتاج 1961 بطولة حسن يوسف سعاد حسني ومن إخراج المخرج الكبير عاطف سالم. إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق به. وعودة إلى الفريق ألف وسيد زياد. كم كلمة؟ كلمتين. أربعة. الأولانية. الثانية. الثانية. في ألف لام. الأولانية. غين. شد حيلك. الحب. الغرام. الغرام. هادي اركر الغرام. الاولانيه بقى. الاولانيه بقى. الاولانيه بقى. صحات الغرام. لا لا. قاضي الغرام. قاضي الغرام. قاضي الغرام.
قاضي الغرام وثلاث درجات للفريق ألف، وهو فيلم من إنتاج 1962 بطولة نادية لطفي حسن يوسف ومن إخراج حسن الصيفي، وعودة للفريق به وأسامة عباس. فيلم من كام كلمة؟ أربع كلمات. الأولانية كلنا نحن 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 يا نزرع الشوك. شوك نحن يا نزرع الشوك. إجابة صحيحة وثلاث درجات ل نركنها لسه. نحن نزرع الشوك نركنها. أنت روحت المنيا وبعدين طلعت يبقى نحن لا نزرع الشوك. صح. نحن لا نزرع الشوك إجابة صحيحة وثلاث درجات، وهو فيلم مصري أنتج سنة 1900. فيلم مصري أنتج سنة 1970، وهو من بطولة المطربة الفنانة شادية وصلاح قبيل ومن إخراج المخرج حسين كمال. إجابة صحيحة ونعود للفريق ألف وأحمد ماهر. مسرح كم كلمة؟ كلمتين. الأولانية الثانية على القميص يبقى أسود. في ألف بس. ألفين لمين؟ لمين؟ لل لل لا ما تشاورش ما تشاورش ايه محمد خليك معانا لل ايه للحمد اما اطلب لي التجنيد محترم يا سلام معروفه ليه يا سلام يا سلام بتشاوروا على بعض مطلوب للتجنيد اجابه صحيحه وهي مسرحية حديثة قدمتها فرقة الفنانين المتحدين من تمثيل حسين فهمي أحمد بدير ليلى علوي ومن إخراج شاكر خضير. إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق ألف، ونعود للفريق ب والمنتصر بالله. طيب يبقى هتفهم. لا لا العمل ترتيبه كبيره خالص. انا واخد من 3 وسبعه رايح ب3 عشان يجيب 3 نقط. مسرح فؤاد المهندس 2 الاول الثانيه قلبي قلب القلب هي قلب حبي حب في الزنزانه انا حبك دي الاولانيه ولا الثانيه؟ حبي حبيتني حبيبتي هما جاوبوها هلا حبيبتي هلا حبيبتي. شكرا لكل الناس اللي ساعدوني. هلا حبيبتي إجابة صحيحة وثلاث درجات، وهي مسرحية لفؤاد المهندس و دلال عبد العزيز وسناء يونس ومجموعة كبيرة من الأطفال، وكانت من إخراج سمير العصفوري. مزبوط. إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق به، ونعود مرة أخرى للفريق ألف، وآخر سؤال في الراوند الأولاني في الجولة الأولى لمحمود الألعاوي. لا مش لاعب. لا مش لاعب. منتظر بيغزني. يلا إيه؟ يلا خد يا بابا. شايفه لما بيلبس كاسكيت عن ايه؟ خد يعني ايه؟ خد يمكن تفهم. جامدة. فيلم قديم كلمتين ألف ولام الأولانية الاثنين الأولانية الفلوس المال الثروة العملة الجنيه الدينار الريال القرش القرش الابيض الاولانيه القرش الابيض القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود.
حقيقي إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق ألف والقرش الأبيض، فيلم مصري من إنتاج سنة 1946 بطولة فوزي الجزائر ليلى فوزي ومن إخراج المخرج الراحل إبراهيم عمارة. إجابة صحيحة وثلاث درجات. وآخر سؤال في الراوند الأولاني الجولة الأولى للفريق به وأحمد بدير. يا أحمد شوف السكة. اتفضل. فيلم قديم قديم من كام كلمة؟ استنى بفكر. كلمتين. ألف ولام. وألف ولام هنا وهنا. الأولانية الأولانية الخد بشرة الخد خد الجميل الخد خد الأيسر التانية لا النص دي نص كلمة الخد دي نص الخد دي نص كلمة النص التاني خديعة الخدعة الخدعة الكبرى الخدعة الخفية الخفية الخدعة الخفية. إجابة صحيحة. فيلم مصري من إنتاج 1979 بطولة عادل إمام فريد شوقي ناهد شريف ومن إخراج يحيى العلمي وأنتج هذا الفيلم سنة 1979. وإجابة صحيحة بثلاث درجات للفريق به. ونعود للفريق ألف في الجولة الثانية ونبدأ من أولك شي ومحمود الجندي. يلا جندي فيلم قديم ثلاث كلمات شفت بقى اللي في النص على في من ثالثة الأولانية يوم من عمري يوم من عمري يوم من عمري الله يوم من عمري. إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق ألف وهو فيلم أنتج سنة 1961 وهو بطولة عبد الحليم حافظ زبيدة ثروت عبد السلام النابلسي ومن إخراج عاطف سالم. المجموعة والفريق به نبدأ من أولكش معاه ويونس شلبي. فيلم كلمتين الثانية هل الناس ارميها الفلوس والناس أنا صعبان عليا صعبان حاجة كده صعبان زعلان الناس وحشي سين لام كلام لاموني الناس لاموني لا اللغة العربية شعر طرطور شعر طرطور طردون الناس شغلوني الناس شغلوني استنى بشويش يا جماعة الأولانية طردوني أول دقيقة بقى الشمس نهار شمس ظل ظلموني الناس ظلموه قصدي ظلموني الناس. إجابة صحيحة وهو فيلم من إنتاج 1950 بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وشادية ومن إخراج مخرج الروائع الراحل حسن الإمام. إجابة صحيحة بثلاث درجات للفريق به. ونعود إلى الفريق ألف وسيد زيان. سيد خسر الثلاثة دول كلمتين احنا قلنا في سيد يلا سيد اتفضل مسرح كلمة كلمة كلمتين كلمة الأولى ولا الأولى؟ الثانية؟ الثانية الثانية يعني الأولى معروف شم قال إيه نسيم قال قال إيه الفل الورد 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 الجميل الورد الورد لا لا الورد الثانيه خشب الورد تعالى اديها سلاسه
خشب الورد، مسرحية كوميدية، أول مسرحية لا هي تاني مسرحية يمثلها النجم محمود عبد العزيز، وكان بيشترك معاه في بطولتها النجم الكوميدي الكبير عبد المنعم مدبولي وإلهام شاهين ومحمد الشويحي ومجموعة كبيرة وأحمد راتب ومجموعة كبيرة من الممثلين، وعرضت في الأسكندرية والقاهرة. خشب الورد إجابة صحيحة من تأليف علي سالم، طبعا إجابة صحيحة، وثلاث درجات للفريق ألف، وخشب الورد كانت من إخراج هانم طبعا. نعود إلى الفريق ب و أسامة عباس. لا مش عايز تروح بلاش، ممكن من هنا تعالى هنا. ايه 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 دي سكتها ازاي؟ اقسمها نصين. طيب مسرح اربع كلمات. مين البطل الثانيه؟ الثانيه الثانيه بس انا اوراق الثانيه. على 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 من الى باع فوق. لا 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 الى مع ال مع 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 حبي وتقديري. الاولانيه بقى لا 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 شباك سجن نجوم كمبيوتر ضهر كمبيوتر كتابة النتيجة نتيجة اسيوط والهاب سقوط 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 راس بمع مرتبة الشرف. راسب مع مرتبة الشرف، مسرحية سجلت للتلفزيون وهي من بطولة محمد رضا وخيرية أحمد، وإجابة صحيحة، وثلاث درجات للفريق به. ونعود سيداتي أنساتي سادتي للفريق ألف وأحمد ماهر. كلمتين تانية ألف ولام العيش. العيش خلاص تانية؟ اه اوكي. الأولانية لقمة عيش. لقمة العيش محترمين. لقمة العيش إجابة صحيحة، وثلاث درجات يضافوا إلى رصيد الفريق به. فيلم أنتج سنة 1960 وكان بطولة صلاح ذو الفقار مها صبري ومن إخراج المخرج الراحل نيازي مصطفى. ونعود مرة أخرى إلى الفريق به والمنتصر بالله. أفوتي اتفضل. فيلم مسرح اغنيه تياترو سينما. معلش 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 يا مون. الماشي الماشي القاف ايه رايح جاي رايح جاي. لما تيجي تشرح قول لي عشان اقوم اراقب. بدايه ونهايه اتنين. فيلم فيلم و و و حاجة وكذا فيلم فيلم. طب عشان خاطرنا فيلم ولا ايه؟ عشان خاطر الاولانية. انت انا و وهي انا وال انا و وايه؟ ايوه انا والتلامذة. انا وابني. انا واولادي. انا وابنائي. انا وابنائي. انا وثلاثة. انا وقلبي سارة ورانيا. انا والبنات. انا وبناتي. انا وبناتي. أنا وبناتي إجابة صحيحة، وجاوبها منتصر والمجموعة به خلال الدقيقة الأولى، ويحصلوا على ثلاث درجات برغم تضييع الوقت. ونعود لآخر سؤال مع المجموعة ألف ومحمود الألعاوي. عمليه فيها استهزاء. لا 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 هو مش قصد. استهزاء بينا. هو مش قصد. استهزاء بينا. بس كده هنعمل. ايه؟ عندنا سؤال صح. كلمة واحدة. نجيب الرحاني. الرحاني. اسمتي؟ في ألف ولام. لا لا قول اسمتي. سمعلو. سمعلو. لا تمشى. برافو محمود. ولا شاور. محمود. تاني حرف.
تاني حرف ايه طيب؟ اسمتي مسرحية من مسرحيات نجيب الريحاني ومثلها مرة تانية فؤاد المهندس، وهي من مسرحيات نجيب الريحاني المشهورة جدا، وثلاث درجات للفريق الألف، ويأتي آخر سؤال للفريق به وأحمد بدير. يلا عايزين النمره بتاعتك يا احمد بس، وبعد كده نتفرج عليهم بقى. اتفضل سيبوه، مش عايزين بسرعه بسرعه. فيلم قديم من كام كلمه؟ كلمتين، واحد ثلاثه، الوسطانيه الوسطانيه في 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 الاولانيه ايه الثالثه الثالثه ال لا ام الثالثه القمر الليل النهار الليل ليله 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 في الليل في الليل في النهار في الصبح في الظهر في العصر في المساء في المساء في المساء في المغرب في الغروب في الغروب في الغروب لقاء لقاء في الغروب لقاء في الغروب لقاء في الغروب إجابة صحيحة وثلاث درجات. لقاء في الغروب أنتج سنة 1960 فيلم من بطولة مريم فخر الدين ورشدي أباظة ومن إخراج المخرج سعد عرفة. سيداتي ونساتي سادتي، بالإجابة على هذا السؤال تنتهي الأسئلة للفريقين وتصبح النتيجة النهائية الفريق ألف 23 الفريق ب 24 وتبقى ويتبقى هذا السؤال. انا بطالب بانهاء الحلقه عند هذا الحد، ما تبقى 27 23. لا انا اخد من الثاني عشان فرص البنت دي في الاول. يلا 26 23 في انت انت كلنا احنا قلوب من ذهب احنا القتلة على القتيل على من نطلق الرصاص القتيل الميت المذبوح المشنوق المخنوق اللي في النص من اللي في النص من اللي في النص من الأولانية قلب الأولانية اللي في النص في ألف لام الأخرانية في ألف لام التالتة 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 إيه اللي بعد من حبيبي من شغرة عايزين نضيع وقت لا 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 من اللي بعد من فضلك من فضلك من فضلك اقتلني من فضلك اقتلني من فضلك اقتلني من فضلك اقتلني اقتلني من فضلك إجابة صحيحة، وهو فيلم أنتج سنة 1965 ومن بطولة فؤاد المهندس والشويكار وإخراج حسن الصيفي. وبهذه النتيجة سيداتي آنساتي سادتي تنتهي حلقة اليوم بفوز الفريق ألف. مبروك، ونتمنى حظ أسعد للفريق به في المرات القادمة. نشكركم سيداتي آنساتي سادتي، وألتقي بكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحوا على خير.